هاد السنة ضيعت إسماعيل قام في السيرات ديال 40,000 رأس، جات على جوج ديال الدفعات، الدفعة الأولى 25,000 رأس باخرة، والثانية كذلك 15,000 رأس باخرة، جاو الميناء ديال الدار البيضاء. الحمد لله لقينا واحد المساعدة كبيرة من جميع المصالح المختصة، لا الوزارات الفلاحة ولا كذا لونسا، اللي يسروا لنا هذه المأمورية. الأغنام هي متواجدة الآن في نقاط البيع ديال ضيعة إسماعيل بواحد الثمن اللي ما فيهش واحد كما كنقولوا داخلين فيه واحد الناس اخرين من المستورد المستهلك مباشره. هادشي كله كنحاولوا اننا نديروا لو ماكسيموم باش انه المواطن المغربي ذو الدخل المتوسط انه يعيد بواحد الاجواء اللي هي مزيانه، وانه ما يكونش عليه واحد الثمن اللي كما كنسمعوا غالي بزاف. مبادره قامت بها وزاره الفلاحه وسهلات المستورد باش انه يعاون المستهلك ويدخل ليه هاد الاغنام المستورده واحد الجوده عاليه. عندنا اغنام مستورده النوع الاول اللي هو الميرينوس اللي تعرفوا عليه المواطن المغربي، تعرف عليه السنه الماضيه، وهاد السنه دخل واحد النوع جديد اللي هو السوركانا. هادو واحد جوج ديال الانواع اللي هما اللحم ديالهم كتكون في واحد الجوده عاليه، كتجي ديريكت للمستهلك. يعني كاين تجربه في دول اخرى جربوها ديجا، وحنا دابا المغرب حنا كنتعرفوا عليها الان، وراه الحمد لله غادي تكون في واحد الجوده اللي مميزه للمستهلك. الاثمنه ديالهم فهي كتراوح ما بين 1500 درهم حتى 3000 درهم للاغنام المستورده، اما الاغنام المحليه فهي ابتداء من 3500 درهم فما فوق. كما كنسمعوا هذا العام راه لا ما لا نهايه. خروف المغربي فهو ما كتواجد فيه الاثمنه ديال 1500 درهم و 2000 درهم، كتواجد فيه من 3500 درهم فما فوق. يعني الخروف مستورد الفائده ديالو هذه السنه هي انه كيمكننا اننا نقدروا نتوفروا على واحد الخروف 1500 درهم. ما كنحددوش واحد الشروط اللي كتكون بحال السردي، وانما موجود خروف ب 1500 درهم، يعني انسان اللي متوسط الدخل يقدر يعيد. هذا هو المهم. خروف مستورد هذه السنه فهو خروف اللي مجرب من المواطنين المغاربه، جربوه السنه الفارطه ولقى واحد الاستحسان ديال المواطنين. يعني هذه السنه كما كنشوف انا عندي واحد التجربه دابا كنشوف المواطنين المغاربه فهم كيقتنيوه بدون اي تخوف، لانه ديجا عاش التجربه السنه الماضيه، وكذلك فهو متواجد في المجازر على طول السنه. يعني اللحم اللحوم اللي كاينه في المجازر الغالبيه ديالها راه هي مستورده، يعني المواطن المغربي ولا كيعيش بهذا الخروف مستورد، ما بقاش واحد الحاجه اللي جديده بحال السنه الفارطه.